تبنت وزارتنا هذا اليوم مشروع دعم وإنشاء نظام مروري متكامل لأجل مكافحة الفساد في تعاملات المواطنين مع المرور، وكذلك تسريع وتسهيل إنجاز معاملاتهم المرورية، لأنه حاليا المنظومة الفنية الحالية تعاني من اختناقات وبطء بسبب زيادة أعداد المعاملات. فوزارتنا تبنت هذا بالتنسيق مع معالي وزير الداخلية، وإن شاء الله في أقرب وقت متابعة شخصية من قبلنا أنه ننجز العمل ونحسن المنظومة.